قولي نزل الفاير اوف باس يا اساطير. اتفرج يا حبيبنا على السينماتيك حبيبي والله. جوكر وكروتة ما جروتة معلمة الأدل مسلسل الانيميشن القناص اللي تذكروا عارف ما في انت كذاك جوكر اذا ليش بهو صدقوني ايش بهو حبيبي والله. ايوه هذا القديم معلم كروت تحجم وتحجم لا الوان حصرته اوكي خلاص خلينا نركز خلينا نركز خلينا نركز شباب فاير باس هذا شباب نزل الان حبيبنا. سو هلو ليديز اند جنتلمان كيفكم شباب بخير ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. رجعت لكم مقطع جديد تصير مثل ما انتم شايفين حبيبنا اليوم نزل الفاير باس الجديد شباب راح نحرق جده وبس ولكن قبل ما نعمل اي شيء يا اساطير لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد على الصلاه والسلام يا احلى ناس. لا تنسوا باللايكات شيرات كل شيء الاسطوري يا شباب. خلينا ندخل نشوفوا الفاير باس يا اساطير تمام وخلينا نعمل متابعه نشوف شو راح يعطينا هون المعلم. هذا هو طبعا شباب انا عملت صحن 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 مسبق فهمت علي تشيف عملت صحن معلم صحن حبيبي والله مو صحن المهم شباب المهم ركز معي اوكي يا ستي انتبهتوا شايف شباب طول بالك عندنا هون هي شو هي قول لي هي قنبله اول شيء شباب عندنا القنبله تمام عندنا هون الافاتار تمام شباب راح نحصل على شوي شوي نجيبهم شوي شوي نشوف اشكالهم مع بعضنا ايزي معلم نعمله تزويد ناخذ شيء شوي شوي بنفس الوقت نجربه مباشره فهمت علي كيف عندنا هذا الافاتار نجربه مباشره شباب شايفين بلوس عندنا هذا افاتار ثاني اوكي نعمل له تثبيت حبيبي والله هذا هو شكله حبايبنا عندنا هون التيشيرت البنت حبيبي والله بس ولكن شباب انا الصراحه متحمس للشيء متحمس للشيء لسه هذا الفاير باس شباب فيه رقصه تمام نشوف مع بعضنا شباب شكل الرقصه بس ولكن صدقوني ما راح نشوف مع بعض اوكي خلينا ندخل هون معلم خلينا ناخذ هذا البانر بانر الوان تو يا سلام صراحه شباب بانر حلو تمام يعني اشكال يعني مكعبات تركس وما تركس ولا فهمت علي كيف معلم حبيبي والله هذا عندنا التيشيرت هذا اوكي نعمله تزويد نطلع بشكل سريع ونشوف شكله شبو بلوس مرتب كله بلوس عندنا هون سكين البنت شباب هذا هو سكين البنت يا صديقي شفناه بالسينماتيك عندنا هون القناع تبعه يا سلام المكياج عندنا هون التاش تبع شباب طب هذا الفاير باس هذا الفاير باس شباب بذكرني بفاير باس راح افرجيكم اياه طولوا بالكم عندنا هون هذا الحذاء البنطلون اوكي عندنا هذا الجسم تبع حبايبنا شيء باللوز خلينا نعمل حصول اولي تعال يا جميل حبيبي والله يا سلام عليك نعمله حسنا نخليه على جنب اوكي طولوا بالكم شباب طولوا بالكم هون الاشياء دول معروفه يا شباب هذول كلياتهم بنعرفها هذول كلياتهم بنعرفها عندنا هذا السكين باللوز خلينا نعمل له نجيب السكين شباب نحطه بقى شباب نحاول نشحنه وقت كامل اوكي نجيب السكينه هي شباب طول بالك لا 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 ما اتفقنا يا معلم طول بالك طب ما بدنا نخربط الوضع شوي شوي ما بدنا نستكشف شوي شوي عندنا هذا السكين شباب نعمله تزويد اوكي حبيبي والله باللوز تمام بس ولكن انا متحمس على شيء اكثر من هيك شباب اللي هو في رقصه شباب في رقصه بالموضوع في رقصه يعني ما اعرف لحد الان ما بعرف شو الرقصه عندنا هذا شباب هذا الثلاجة هي حبيبي والله هاي هي مثل ما انتم شايفين يا اساطير يا سلام عليك خلينا نعمل لها حصول معلم عشان نعمل لها تزويد كمان باللوز وين الرقصة؟ عندنا هون في بلازما لا خلينا نشوف عندنا هون افاتار لا افاتار كمان عندنا الحجر وين الرقصة؟ الرقصة شباب وين الرقصة؟ وين راح ترقص شو هي؟ هذا هون فاضي معلم ايش هذا ليش هون فاضي؟ ليش هون هذا فاضي معلم؟ حبيبي والله هون عندنا حقيبة الظاهر خلي شباب خلاص نجيبهم كلهم فرد مره معلم طول بالك وينه 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 هذا الحق اي الحقيبه لا هي الحقيبه عفوا هي الحقيبه يا اساطير مثل ما انتم شايفين قول لي اوكي الرقصه اوكي رقصه باللوز معلم الاختفاء شو اختفي بغمض العين يعني بختفي انا الان يا سلام على الهدوء على الهدوء حبيبي والله اوكي هي رقصه شباب وعندنا هون الجسم هذا تمام طبعا شباب قلت لكم من شوي هذا الفاير باس يعني يشبه هو يعني يشبه وبنفس الوقت ما بيشبه هذا الفاير باس فهمت علي يعني شكله شكل ملكي ولا ما ملك فهمت علي كيف هذا هو الفاير باس اللي كنت اقصد عليه يا اساطير ما اتذكر هذا كان اي فاير باس الخامس ولا السادس ولا ما اعرف شو هذا هو بالنسبه للشاب حبايبنا يعني في يعني يعطيه اللاحه فهمت علي كيف بالنسبه للشاب فرجيكم البنت قلت لكم تعليقات شباب هل يشبه هل يشبه ام لا؟ نشوف هذا هو شايفين معي كيف حبايبنا؟ يعني تقريبا خلينا نقول نفس الالوان يعني مشبه
اوكي شباب، لا شباب ما بدنا نطول عليكم اكثر من هيك يا اساطير، خلينا نجيب نحن قد دبل هذا الجد الفاير باس جميعا شباب، نشتري كل الفايت باجات شباب عشان نفرجيكم اياه. اوكي نجي لهون نعمل الحصول على الكل غير السياسه شوي. ايش عم يقول هذا؟ شو عم يقول هذا يا زلمه؟ لا تخلي تخربطنا معلم. طيب ناخذهم شوي شوي. اوكي في تيشيرت ما شفناه باللوز حبيبي والله، يعني شكلك ملكي على نفس الوقت، يعني شكل جوكر ما جوكر وشي باللوز تزويد حلو. لا الصراحة شاب البنر صراحة صراحة يعني شيء مرتب. عندنا هون بلازما كمان جديدة حبيبي والله، طبعا بلازما بنستعملها كثير شباب. عندنا هون الافاتار تبعنا، خلينا نعمل تزويد. يا سلام يا سلام، نعمل تزويد يا شباب لهلا، بعدين رح ناخذ الاشياء، بس خلينا حابين نفرجيكم اياهم اهم الاشياء الموجودة هون. عندنا الافاتار هذا حلو البنر. اوكي عندنا هاي، هاي شو؟ هاي تبعت اللوت لما واحد تقتل واحد معلم هيك بيكون شكله باللوز. اوكي هي بيكون حسن على الاشياء. طبعا هنا رح نجرب الحقيبه كمان، عملها تزويد عشان الشباب من نفس الوقت فرجيكم اياها مجربه وكل شيء بنشوف فرجيكم كل شيء. الرقصه معلم تعال هون. السلام عليك. الاختفاء، الاختفاء معلم، رقصه الاختفاء. اوكي وهذا هيك السكين الفاير باس شباب، الشيء باللوس. يلا خلينا نعمل لون نرجع لورا شباب. تمام هي بيكون فرجيناكم اهم الاشياء، راح فرجيكم الان السكنات، ندخل نفرجيكم بلاش بالسكن البنت يا اساطير. طبعا هذا هو الشباب، ركزوا معي يا شباب، دائما لما تنزل اشياء هيك شباب دائما متحمس ما بوقف من الكلام شباب، تاخذون الله يسعدكم. نعمل هذا هو الفرق شباب، نعطيكم الفرق بين هذا وهذا، يعني في خلينا نقول يعني نفس تقريبا نفس الشيء خلينا نقول. اوكي خلينا نعمل فتح شباب، ندخل نجرب السكن البنت. اوكي ليتس جو معلم. طول قبل كل شيء طولي بالك معلم، تاكد من الرقصه، حطينا الرقصه معلم. طول بالك شوف الرقصه الجديده معلم ضروري، طول بالك وينها؟ كانت لونها ازرق، ابلع. وين الاختفاء؟ وين الاختفاء معلم؟ وين هالاختفاء؟ هذا هو معلم. خلينا نحطها بشي رقصه ثانيه، خلينا نحطها بهاي مثلا. الله عليك، قولي قولي معلم، بس خلينا نطفي هالقناع اللي هون موجود عليه معلم. وين القناع معلم؟ رح نحاول نخفيه لانه ما فيه قناع شباب. اوكي هذا هو السكين شباب، خلينا نعمل بزوم على السكين، على السكين بشكل سريع. عندنا هون فيه مكياج وما مكياج، قلب على اليمين وهيك هيك بتحسك بالهي الجوكر، هي تبعت صديق الجوكر، شو كان اسمها هذيك نسيت. اذا كلها بلعت تكتبونا بالتعليقات حبايبنا. هذا هو، خلينا ندخل على السريع بشكل على التدريب ونشوف السكين يا ستير، ومن بعد نشوف السكين الشاب مع الباقيات. اوكي ليديز اند جنتلمان، مثل ما انتم شايفين شباب هذا السكين البنت. تمام خلينا ندخل نفرجيكم كيف شكل الحقيبه. نمبر 1 حقيبه 1 معلم، يا بوي صندوق خفيف نظيف. حقيبه نمبر 2، نمبر 2 شوي كبير هيك معلم بس ولكن اتس اوكي. والحقيبه نمبر 3، يا سلام شو هالدويره معلم، شو هالدويره؟ كتاب وشكل جوكر وما جوكر حبيبي والله. الرقصه فرجيكم الرقصه شباب، وين الرقصه؟ اوكي هي الرقصه للبنت. تمام حلو، شيء هيك هدوء، ويعني عم بختفي معلم هلا بعمل لك مثل حركه هذا بالملح. يلا ننتقل للشاب. اوكي شباب بدنا شباب ندخل على الشخصيات. تمام كريستيانو بدنا نودعه شباب، كريستيانو بشكل سريع خلينا نودعه شباب. وين 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 الباقه معلم، وين الباقه؟ هاي هو السكين الشباب. طبعا شباب انا دول سكيناتي ما بقدر شباب، ما بقدر لا، بس شفت شغله بهذا السكين شباب، شغله حلوه. طول بالك طول بالك، شوفوا لي علي شباب. طبعا القناع حبيبي والله. تمام شوفوا لي الشوارب معلم، ركزوا لي على الشوارب شباب، طول بالك شوفوا لي الشوارب هذا، يعني شباب الحارة شباب شوفوا لي الشوارب حبيبي والله. طول بالك غير نعمل هيك، نعمل الكاميرا بعدين نكمل شوي شوي. بالنسبه للقناع ايش بلوس بس معلم، يعني شوف لما حط الساكورا يا زلمه عطاله هيبه كامله يا زلمه، تفرج معي كيف. بس ولكن خلاص شباب بس نفرجيكم هيك. اوكي خلاص نكمل على السكين شباب، لازم نفرجيكم السكين كامل معلم. اوكي خلينا نجي لهون. تمام باللوز الان شباب بنروح في مظله، في الثلاجه. خلينا ندخل بشي جيم سريع كلاسيك عشان نفرجيكم بنفس الوقت الثلاجه يا اساطير والحقيبه وكلهم مع بعض بنفس الوقت. يلا ندخل جيم سريع كلاسيك وندخل نفرجيكم المظله والشكل وحبيب والله وكله مع بعضه. يلا روح. اوكي يا حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين يا اساطير عندنا هذا السكين كامل. اوكي مع الحقيبه مع كل شيء معلم، مع كلش 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 مع بعضه. طبعا شباب الحقيبه ولا شوفوا شو الايفكت تبع السكين، في جدار عم بيطلع في حوالين السكين شباب، ركزوا معي كيف. قولي قولي دويره من قدام ودويره من ورا والشوارب ابو النار معلم من قدام حبيبي والله، بالرقصه هيك اختفي
اوكي حبيبي والله نجرب الثلاجه شباب، وهيك بيكون جربنا كل شيء شباب وفرجيناكم قطع قطع بهذا الفاير باس. حبيبي والله تفرج معلم تفرج، يلا نشوف الثلاجه شباب على السريع. و اكتبوا لنا تقييمكم شباب، قاتل باسلوب، اكتبوا لنا تقييمكم شباب لهذا الفاير باس يا ساتير، اكتبوا لنا بالتعليقات شباب تقييمكم لهذا التقييم، يعني من واحد خلينا نقول من واحد لعشره تمام. شوف الثلاجه بنفس الوقت، لا 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 شوف الثلاجه، ركزوا على الثلاجه معلم، يعني دويرت من قدام من ورا وافكت، يعني الصراحه افكت مرات. انا شباب شخصيا اقيم هذا الفاير باس شباب 7/10 تمام، 7/10 بصراحة. الفاير باس يعني لونه حلو احمر، اذا كنا بسكنات الجوكر ما جوكر بس وقت سكنات الملكية، فهمت علي كيف هون التاج، ركزي ركزي على التاج بس. لا شباب الشوارب معلم، الشوارب اقسم بالله لحالهم يعني معلم تقييمه مليون على مليون. هل الشيء المميز بهذا فرج على الشوارب معلم، شوف لي كريزاي شوارب معلم يا بوي حلو شيء مرتب شباب. اوكي ليتس انجلتم حبايبنا الكرام، الله يسعدكم، هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. لا تاخذونا شباب يعني هيك دائما، هيك لما يدخل هيك فاير باس يكون هيك دائما متحمس كثير وانرجي فل. اوكي يا اساطير سو ليتس انجلتم، الله يسعدكم شباب، نلتقي ان شاء الله غدا بس جديد ولوز اللوز. اوكي يا اساطير رح نعمل بلش لعبه تختيم جديده شباب، اللي هي ان شاء الله رح تكون ريد ديد، خلاص ما راح اكمل الباقي انتوا راح نكملها شباب، ونفس الوقت شباب راح نجرب التحديث الجديد يا اساطير. هيك بيكون تام مقطعنا اليوم يا اساطير، ان شاء الله عجبكم المقطع حبايبنا، نتمنى لكم يوم سعيد، نحبكم الزاف، سلام عليكم. ابو الشوارب حبيبي والله.